إذن رجعنا لكم من جديد متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر الآن، وحنا في نواحي يعني مدينة مراكش بالضبط على مستوى جماعة سعادة. اليوم مجموعة ديال عمال شركة يعني هنايا ديال المناجم يعني الدرع الأصفر وكودية عائشة يحتاجوا ويطالبون بمستحقات المشروع وهي الأجور والتغطية الصحية. تصوروا هاد الناس هادو الآن اللي تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الآن في خلال هذه اللحظة هذه، يعني 5 أشهر وهم معتصمين في هذا المكان هذا، يعني 5 شهور وهم معتصمين في هذا المكان هذا، 5 شهور هما تينعسوا في هذا المكان، وانتم تعرفوا قساوة البرد وقساوة يعني الجو الآن في هذه الأيام هذه، فقط للمطالبة بالحقوق ديالهم. تشغيل يعني مطلبنا الاساسي تشغيل فوري للعمال بالدمج بالشركه الاصليه بنفس الحقوق والمكاسب عمالها، واحتساب الاقدميه بالمنجم الكامله واداء المستحقات يعني المهضومه منذ عقود، وذلك لانهاء الهشاشه المهنيه الاقصاء المتكرر من عمليات يعني الادماج كما تشاهدوا معنا المتتبعين في هذا البث المباشر. ازيد من 70 عامل ازيد من 70 عامل الان في وقفه احتجاجيه كما تشوفوا معنا امام هذا المنجم يعني الدرع الاصفر كما تشوفوا معنا للمطالبه بالحقوق المتتبعين في هذا البث المباشر. والان عندنا نشوفوا يعني للاسف ما كاينش تجاوب، يعني الخمسه ديال الاشهر تصوروا 5 شهور بايامها وبلياليها، 5 ديال الاشهر يعني حنا نتحدثوا على نصف سنة من الاحتجاج دون حل دون الخروج بحلول مع الناس هذو المتتبعين. فغادي نحاولوا نستقبلوا معنا في هذا البث المباشر احد يعني كما تنقولوا يعني الناس ديال النقابة باش انهم يتحدثوا لنا على هذه الإشكالية التي يعيشها الآن المتتبعين. السلام عليكم. السلام عليكم اسيدي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الان. اليوم كنشوفوا بانه 5 شهور ديال الاحتجاجات، 5 شهور ديال الاعتصام، ما كاينش تجاوب مع الاداره. تفضل. السلام عليكم، معكم التدلاوي محمد من ناس العمال ومن ناس واحد الساكنه تاع دوار التزاكورت، دوار القرن التزاكورت. هاد الناس اخويا شردونا لاحونا من شهر 7، وحنا دابا كاين في هذا الاحتجاج على برا وما كانش اللي حتى شي واحد اللي هضرش معنا من شهر 7، من نهار 17/7، نهار 17/7. وهاد الناس هما حنا دابا كي تشوف احنا دابا هنا على برا ما كاينش اللي يهضرش معنا وما كاين حتى شي واحد اللي عطانا الحق ديالنا، وكنا تندوزو شي محاضر مع سعادة القايد وسعادة الباشا، مازال ما لحقنا حتى شي حل اللي هو مزيان. وحنا دابا كولاد المنطقة حنا هنا مشردين، حنا ولاد المنطقة، هنا ولاد المنطقة تنعانيو من هادشي الغبره وهادشي البارود، هادشي التير وهادشي الامراض المهنيه. ودابا ما كناش حنا تنتظروا هادشي، حنا غادي نطيحوا فيه بحال هاد المشكل. حنا واحد دابا حنا ولاد المنطقه وحنا طايعين، وحنا دابا حنا ضايعين ما عرفناش تنطلبوا من الله، الله عمر ربي يديرنا توي تاع خير حنا وهاد الناس مجموعين ما شاء الله. وصافي دابا حنا الدوار عندنا حنا لا تيعاني من كل شيء، تيعاني لا من الامراض، لا من التير، لا من الغبره، لا من الصداع، لا من كل شيء. وحنا صابرين، وحنا صابرين لهذا الشيء على حساب الخدمه باش نبقاو حنا خدامين. ولكن دابا حنا تنتفاجئوا، دابا حنا رمونا على برا لا والو، ما شدينا لا حساب لا التغطيه الصحيه كانت عندنا محبوسه، المسائل ديالنا لا اله الا محمد رسول الله. يعني دروك علاش واش دابا موقفوكم ولا شنو المشكل؟ شنو اساس المشكل تاع قال لك تراكمت عليهم شي ديون، حنا ما عرفناش هاد الديون ديالاش تراكمت عليهم هما شي ديون، ولكن هما اللي داروا هادشي. لا دابا هما اللي داروا هذاك الشيء، حنا الخدام لا ذنب عليه لا حتى شي حاجه. حنا تيقطعوا لنا الواجبات ديالنا كاملين، تيقطعوا لنا من على التغطيه الصحيه، تيقطعوا لنا حنا كل شيء تيقطعوا لنا، وما قال تراكمت عليهم شي ديون. حنا ما عرفناش هاد الديون ديالاش، ما عرفناش هاد الديون حنا ديالاش. ما عاد دابا حنا تنشوفوا حنا مشردين هنا لا حول ولا قوه الا بالله. ما الناس هما كلشي ضايعين، هما الناس عندهم الكريديات، عندهم الديون، هما مساكن لوك وعوان، كاين اللي الناس كاريين، كاينين الناس ولا الدوار تاهما تيعانيهم كلشي. الوضع الاجتماعي
ما يدير هاد الناس هادو ما بقاو خدامين ما تصوروا فلوس ما والو. لا لا ما خدامين ما حتى شي حاجه. الناس هنا المخير في هاد الناس هنا ما عنده حتى باش يركب. كاينين الناس كاع اللي بعاد اللي تيجيو عندنا هنا تيجيو على رجليهم. على رجليهم. نعم شكرا. شكرا. ما كاين تجاوب ديال السلطه ما كاين تجاوب وحنا كان سيد القيد ديال السعاده وسعاده الباشا متبعين معنا شي حوارات ولكن لحد الان حنا مازال ما توصلنا حتى شي حاجه اللي هي ايجابيه اللي هي ترضينا وترضي العمال كاملين. حنا تنطلبوا من هاد الناس ديال السلطه يشوفوا فينا ويديوها في هاد الناس الله يجازيهم بخير وعاش الملك. شكرا. تفضل تفضل علي. اليوم تنشوف هاد الحال هذا علي انتم معتصمين وفي نفس الوقت ديما احتجاجات ياك هي نعم. تفضل. السلام عليكم. معك مصطفى دقيقه من سكان مدينه من هاد السكان اللي حدا المنجم من سكان دوار تازاكور. يعني ما كنبعدوش بزاف. هنا راه بحال قلتي جيران ديال هاد الشركه هادي. هنا راه ولاد المنطقه. يعني الدار ديالي انا في نفس الوقت ما كتبعدش على الشركه بواحد 100 متر ولا 150 متر. يعني بحال عايشين حدا المنجم. احنا عايشين وسط المنجم. راه وليداتنا وعائلتنا راه كلشي شاد الدخان ديال المنجم وسميتو. راه كيوصلنا حتى للدار والصداع. راه بالليل ما تنعسوش. ورغم ذلك حنا ضحينا قلنا ودي مني حنا خدامين مع هاد الناس وسميتو كنجيبوا القوت لوليداتنا وسميتو من هاد الشيء. كيف لكم امراض حنا راهين بان ولادكم كيمرضوا بهاد الحاله بهاد الشيء. والان حاليا دابا حنا كنعانيو من هاد المشكل هذا. وليداتنا راه ديما في السبيطارات. غتنديهم يعني واحد 50% ديال الاجره ديالنا غتنخسروا حنا على وليداتنا في الدواء. ورغم ذلك قلنا غادي نصبروا مهما حنا خدامين وسميتو. ولكن رغم ذلك في الاخر تلقاو راسنا حنا مشردين. دابا المشكل شي حل نهائي. دوك انتم معتصمين بالليل وبالنهار. معتصمين حنا ليل نهار وما كاينش شي حل والو. ما كاينش شي حل والو ما كاين حتى شي حاجه ايجابيه تقول. تنهضروا مع هاد الناس هادو راه هضروا معانا تيعطيونا شي هضره غير مقنعه. بغيت نسولك وليداتكم باش يمرضوا هنايا. وليداتنا لا حنا الاغلبيه هنا كيمرضوا بالحساسيه والدخان. يعني اغلب حاجه هي تتلقى الدخان ولا تتلقى الدري تخنق لك من مناخره ولا سميت. هذا هو المشكل. الحساسيه الاغلبيه الحساسيه. علاش الرساله احنا كنوجهوا الرساله لجلاله الملك نصره الله والناس المسؤولين باش يشوفوا من حالنا. انتم تشوفوا كل شيء بوجهكم. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجزيك وزيد واحد الاضافه. الله يجزيك بخير. كاينين الناس العمال اللي مشات الارواح ديالهم هنا. عمال ديال الطوب فراج تقريبا هاد الدراع الصفراء ماتوا فيه واحد ثلاثه ديال الطوب فراج. واحد السيد راه تقطعات ليه اليدين ديالو كاع دابا. وانتم غادي تبقاو نوصلوا الاعتصام والاحتجاجات. حنا غنوصلوا الاعتصام هنا تديروا لنا الحل. حنت ما بقاش عندنا شي ما بقاش عندنا فين غنمشيو. واش مدخول ما بقاش. ولكن دابا حاليا يعني انت من معروف خدام في المنجم شكون هذا اللي باقي غيخدمك. يعني المناجم راه معروفين بالسيليكوز ومعروفين بالامراض المهنيه والناس الاغلبيه هنا معطوبين. اغلبيه الناس هنا معطوبين. شكرا لك اسيدي. شكرا لك. وتنشكروا القناه ديالكم. تنشكركم بزاف. الله يجازيكم بخير وعاش الملك. عاش صاحب الجلاله. تفضل سيدي تفضل. بارك الله فيك. كي قلتي سمعت بانه الناس فقدوا الارواح ديالهم ولاو معاها مستديمه من العمل هنا في المنجم. من البدايه ديال المنجم في 2003 2002 لحد الان تقريبا كاينه 17 وفيه اللي دازت في هذا المنجم. 17 وفاه اللي دازت. هذا المهم هذه خدمه المناجم معروفه بهذا الشيء. معروفه المناجم الشيء ديال الوفيات. المهم احنا دابا تنطالبوا من السلطات ومن سيد الوالي ومن المسؤولين ديال المناجم اللي في كازا ولا اللي في الطاقم الوزاري يشوفوا من حال هاد الناس. لان هاد الناس راه هازين كريديات وكاين اللي باع حوايجو هنايا باش باقي مستمر معنا في هاد الاعتصام. كاين الناس اللي باعوا حوايجهم هنا. الناس اللي جاي من ورزازات وتارودان باعوا الفراش ديالهم باعوا المواعن ديالهم وباقي مستمر معنا. ولا اله الا الله. حنا ودي السبب على حسب الهضره اللي كتروج كاينه فتره ديال الاستحواذ. يعني الشركه كتبيع شركات اجنبيه. وراه بداو في التعويضات للناس اللي كانوا نيت معنا حنا.
راه جروب مناجم راه بدات تعوض، راه عوضات الناس واحد 15 واحد 15 واحد معنا اللي كانت خدامه هنا، راه عطاوها الحساب شهر 3، والاخرين الثاني اللي في بوازر راه عطاوهم تما الحساب شهر 40 واحد، راه عطاوها الحساب تما. جاو حتى الفتره ديال النص شهر 7 هما يوقفونا حنايا، وقفونا يعني ملي ما تخلصتيش شهر 6 ودخلتي في شهر 7 ما تخلصتيش، راه تيتسمى طرطع السوفي هذا قانونيا. هذا الشيء اللي كاين وغير الخلاص، الخلاص ديال شهرين اللي خدمناها اللي كنا تنسالوها شهر 6 وشهر 7، راه تنشكروا من هذا المنبر سعادة القايد وسعادة الباشا الناس ديال جماعة السعادة اللي بذلوا واحد المجهودات كبيرة باش توصلنا توصلنا بهذيك الأجرة ديالنا، ما توصلنا بها حتى النص شهر 9. هذا الشيء اللي كاين، انت تشوف الحاله راه رساله للناس ديال المناجم يفكوا مع هاد الناس، يعطوهم التعويضات ديالهم. باقي بغاوهم يخدموا يخدموهم بالقانون، الا باقي بغاوهم يخدموا مع شركه اخرى يخدموهم بالقانون، واللي مريض ما يعرفوه ما قدرش باقي يخدم يعطوه التعويض ديالو اللي ناكل الله يكون في العوان. لكن اللي خدام على وليداتو وتخرجوا مريض وما تعطيه والو راه لا اله الا الله. ومناجم راه معروفه ان الناس كتخدم تحت الارض، وهذه راه الامر هذا، وحنا كابناء الساكنه راه متضررين متضررين بزاف، ما استفدنا والو كابناء الساكنه، ما استفدنا والو، وليداتنا ضايعين، ترانسبور تنخلصوه لا اله الا الله، ضايعين شحال من حاجه ضايعين، ورغم ذلك صبرنا علاش؟ على الخدمه. نسبه الضرر اللي خلاتنا نسكتوا عليها هو الخدمه، دابا ملي تحبسنا من الخدمه راه كاين الامراض، راه كاين اللي تيشري الدواء لوليداتو، كاين اللي تيشري الدواء لمرته مريضه، لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن هذا المنبر تنوجه هذا النداء لصاحب الجلاله نصر الله يشوف لنا شي حل، وشكرا لكم. شكرا ان شاء الله. شكرا لك اخي، شكرا لك. إذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر الآن متتابعينا متتابعي قناة شفتي في هاد الناس هادو يعني 15 ديال الأشهر صابرين، هما من ولاد المنطقة ديال المنجم كما تشوفوا المنجم دراع يعني دراع الأصفر كما تتابع معنا، ولادهم تيمرضوا بالحساسية تيمرضوا بالضيقة، ومع ذلك صابرين ما كانش ينتظروا أو أنهم يتسناو أنهم هاد الناس هادو غادي يتعاملوا معاهم هكا، فما كانش يظنوا بأنه أنه تيقولوا كما هما من المسامع ديالهم متتابعين بأنه أزمة مالية كانت سبب في إيقاف أزيد من 71 عام كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر. على العموم يعني كانت تدخل ديال السلطة من أجل يعني صرف المستحقات الأجر يعني الشهور الأجور بصفة عامة، ولكن للأسف مازال الحدود تساعد الناس هادو تيشوفوا بأنه رغم أنه أغلبية ديال العمال ماتوا داخل هذه المناجم، رغم أنه أغلبية ديال العمال تعرضوا يعني للعاهات المستديمة، رغم أغلبية ديال هاد العمال صابرين لأنه هذا مورد الرزق ديالهم، ولكن الحدود ساعة ما عرفوش علاش تم التوقيف ديالهم. هذا هو السؤال المطروح، فهذه رسالة للوالي جهة مراكش الصدري باش أنه يتدخل ويلقى حلول لهاد الناس هادو. ما بقاش نشكركم، شكرا لكم، إلى بث مباشر إن شاء الله آخر على قناة شوف.